قد قطعت المرأة العربية أشواطا كبيرة في مختلف المجالات كسفيرة ودبلوماسية لدى هيئات الأمم المتحدة وكعالمة وخبيرة في شتى العلوم، تميزت بحصولها على جوائز إقليمية وعالمية. كما تألقت المرأة العربية كوزيرة بإدارتها لحقائب وزارية تنوعت بين شؤون المرأة والصحة والخارجية والدفاع لتبلغ منصب رئيس حكومة. هذا فضلا عن الدور الذي لعبته ولا زالت تلعبه المرأة العربية في إحلال السلم والحفاظ عليه على مستوى مناطق النزاعات المسلحة، تماشيا مع القرار رقم 1325 الذي يؤكد على مشاركة المرأة الكاملة الهادفة والمتساوية مع الرجل في عمليات حفظ السلام للوصول إلى سلام دائم في شتى بقاع العالم. مع توجيه تحية خاصة للمرأة الفلسطينية المناضلة الصامدة.